ملي هشام كان عنده الذكاء باش يستغل الفرصه، لانه هذه فرصه واخا لو كان خلصها ما يصيبهاش. واش فهمتي؟ جاب ليه الله واحد النازله اللي يمكن له يستعملها الشخص هو باش يبان كمواطن حسب الفكر اللي عنده، واش فهمتي؟ دونك استغلها الى المهم، واستغلالو هذا بان على المغاربة انه مواطن، وانه اللي كيقول الامير الاحمر ما الامير الاحمر، هو مواطن ويتعامل المواطنين، يعني يريد ان يعطي مصداقية لكلامه بالفعل، واش فهمتي؟ تغادير دون لا رياليتي سو كيل دي دون لو فيرب، ولو انه تعرفو حتى هو عنده شي كيعاون ولا شي سياسة، واش فهمتي؟ دونك استغل هذا تاليا، حتى واحد ما كنظن حتى واحد ما رد البال ان المحامي ديالو عبد الرحيم بغادة اول مرة يدافع على عضو من العائلة الملكية، وانه عبد الرحيم بغادة معروف انه جمهوري وانه رجل تقدمي وانه رجل نقي، دونك حتى الاختيار ديال المحامي ماشي اختيار له ما ابعاد سياسيه سيمبوليك، راه جا حط دي سيمبول، ما جاش وغي جاب مولاي، كان يمكن له يجيب اي واحد، حتى هنا كتمشي للمجيدي، مولاي هشام عيط لعبد الرحيم برادة، المجيدي لمن عيط؟ الولد الناصري اللي كانوا المحامي ديال القصر اللي مات، واش كاين الفرق؟